عيش 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 عيش. طيب يا كنترول اعرضوا لي صور الوساخة هذه البداية. يا كنترول ايش ما في صور؟ صور النظافة يا مرجان. معقولة صور النظافة؟ كل صور النظافة يا صور النظافة. طيب جيبوا لي الصور حق المتأخرين في الصلاة. مستحيل كنترول. مستحيل ايش ما في كنترول؟ صفق 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 لي ان الله مع الحق. يبي خصم يبي خصم يبي خصم ما في خصم. التصيبه دي حق شباب ما عجبتني. خلاص اخصم اخصم اخصم. يا كنترول تاكدوا شوفونا منا دوروا. يلا لا تدور جلتي وقتونا اعطتونا جدول الصلاة. جدول الصلاة مضبوط جدول الصلاة تدورنا اكيد. ايه ما ادري والله سام جلتي وانت خبرني كفو كفو. يا عبد المجيد الثيابي اسلم. يا ريتك تمسك لسانك وتمسك اللي حواليك. ايه استاذ عادل سمعت وش رايك في عمادة الفراج؟ اقسم لك بالله انها من افضل العمادات. اول شيء مساكم الله بالخير جميعا. ايوه اشكركم اشكر اخوي مرجان لك شكر خاص على اتاحه هذه الفرصه لي. شكرا صراحه كلمه حق تقال في شخصك. ايه كلمه حق وشكر لك على استضافتي كذلك. كلمه حق تقال في اخي احمد الفراج ومعاونيه. ايوه واسال عنها يوم القيامه. ايوه ان هذه العموديه حقيقه لم نشهد مثلها في النظافه وفي حضور الفقرات وفي حضور الصلوات. يا سلام ابداع السلام. كذلك الشكر له ولمعاونيه وشكر خاص لجميع المتسابقين اللي ساعدوا في نجاح هذه العمليه. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب سلطان الامير صراحه كيف حالك؟ ايش رايك في عماده احمد الفراج؟ انت تتكلم عن احمد الفراج انضباط ونظافه وكل شيء وتحداك تحصل على الزله. يا سلام يا الله ولو اليد لو بيدي القرار اللي اعطيه 1000 بدل 600. يا لو صرت المفتش تعال لو صرت لو يعني. الله رزقنا الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم. يا ابو الجوال صاحب الجوال تضحك. هلا ايش رايك مع عبادة الرجال؟ والله احمد والله احمد مبدع في كل حالاته هو ما خلى على انا ناقص لكنه فيها يعني هذا اللي قريته في الهاشتاج يوم كان بعت الجوال. كيف؟ كيف عند العطار؟ عطني ايش رايك بالرجال؟ دقيقة خليني اتذكر. يلا اتذكر. الرجال طيب يا كنترول بالله جيبوا لي طيب عندي كلمة باقي ما قلت. تفضل تفضل. الرجال طلع فيه يعني عصبية شوي تو ما شفناه الأسبوع ذا. يعصب علينا ويهاوش يدخل علينا في الغرف ويدف الكرسي ذا ويسحب البطانية ذا. فاحنا اليوم معيدين ان العماده انتهت يعني عشان يرجع احمد اللطيف اللي نعرفه من اول احمد المبتسم الهادي. احمد ترى على كلامه هذا تكسر الكراسي ذا بخسر. شوف دور الكراسي كويس. هو يقول احنا عماده هو يقول احنا عماده الحزم صح ولا لا؟ هو اللي قال. نعم نعم صح. قال ولا لا؟ قال. نعم وين الكراسي اللي كسرتها؟ جيبوها خلونا نخصم في الغرفه صورها موجوده في الهاشتاج. سلامات يا ابو حسن. الله يسلمك. ما تشوف شر والله. شوف معاون مخلص اصيب اثناء اداء عمله. يا حرام. الله يحفظك. لا تتوفى هذا شيء واجب. انا ما اعرف ايش جت يا مرجان. ايش؟ اقول تحياتي والله لمعاوني شيخ احمد. لا ردها. اهلا تحيه للزعيد. زعيد يا مرجان. تمنيتك الاصابه هذه جت دعوه جزاك الجنه من المهام. اقول تمنيت انك تكون شهيد، الشهيد في اهل الجنه، ما في اعظم من الجنه جزا وانا يا ابو حسن. وجعلنا انا وياك شهداء، قل امين. تمنيت انك ساكت. وتمنيت انك ما رديت. هذا يتمنى لك. اوريك انت وياه جيت عندها. ابو نايم عليه. هذا زعزوع القلب. فهد فهد انا سمعت سم. سمعت تصريح. ها عندك محاكمة ان شاء الله. اسف محاكمة ليش؟ على البيتزا. الله يغرقك العلوم دي بنعطيك اياها. العلوم دي بنعطيك اياها.